علي محمد عبد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، إن شاء الله عودة ميمونة لكل جاليتنا التونسية المقيمة بالخارج. نعرف أنه مجهودات كبيرة تبذل في هذا الإطار لتأمين عودة ميسرة وميمونة لكل جاليتنا التونسية المقيمة بالخارج. 11:18 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شنو يحكيوا التوانسة بالضبط؟ أهم المواضيع المتداولة على مختلف المنصات كالعادة مع نعيمة. صباح النور يا نعيمة، أهلا وسهلا. صباح الورد والياسمين شهاب ونجم مستمعي الإذاعة الوطنية وين ما كنتوا. اليوم باش نواصلوا نحكيوا على زيارة الدولة اللي أديها رئيس الجمهورية قيس سعيد لفلسطين. اليوم كان ألقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري 10 لمنتدى التعاون العربي الصيني ببكين، وثمن فيها العلاقات التاريخية بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية، وأكد على ضرورة التعاون والتشارك لتوفير ما وصفها بأهم القضايا حياتية. باش نحكي وزاد على العودة الطوعية لأفارقة دول جنوب الصحراء، على خاطر مش برشا معناها عبروا لرغبتهم أنهم يرجعوا البلدانهم، وصارت معناها عملية العودة هذه البارح. كيف كيف 57 نائب بالبرلمان قاموا بإيداع مطلب لدى مكتب المجلس يطلبوا فيه باستعجال النظر في مقترح مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022، وعرضوا على لجنة الحقوق والحريات. هو كان صار مطلب أقبل وتعود مطلب آخر جديد. باش نحكي وزاد على ريادة الأعمال النسائية والاستثمار، نحكي على برنامج رائدات اللي تقوم به تبع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والبارح تم تسليم دفعة جديدة من إشعارات الموافقة على تمويل المشاريع النسائية. كل هذه المواضيع نتابعها في فقرة حديث الساعة. المشهد الآن حديث الساعة. في بداية حديثنا لليوم، رئيس الجمهورية قيس سعيد كان ثمن في كلمته فجر اليوم باعتبار فارق التوقيت خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري 10 لمنتدى التعاون العربي الصيني ببكين، ثمن العلاقات التاريخية بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية، وأكد أنه فوارق التوقيت لا تمنع من التطلع المشترك لدعم تم الانطلاق في بنائه منذ عقود، والاستشراف المشترك لما تتطلع له الدولتين بخصوص كلمات في شرط بعض حروف لمزيد البناء والارتقاء بالعلاقات. وعلى صعيد آخر، رئيس الجمهورية أكد على ضرورة التعاون والتشارك لتوفير ما وصل فها بأهم القضايا الحياتية واللي تتنزل في إطار توفيق مرافق عمومية ضرورية، بينها الحق في الصحة والعمل والنقل والتعليم، والحق كذلك في العمل المستقر والأجر المحترم، وفق قوله نسمو تسجيل رئيس الجمهورية. بين عامة القضايا التي لا نختلف في أننا نراها قضايا جوهرية بل حياتية، ضرورة العمل المشترك لتوفير مرافق عمومية تتنزل في إطار الحقوق الأساسية للإنسان أينما كان، ومن بينها الحق في الصحة والحق في العمل والحق في النقل والحق في التعليم والحق في العمل المستقر وفي الأجر المجزي، مع توفير كل الضمانات للذات البشرية في أي إطار. هو في الحقيقة رئيس الجمهورية في الخطاب هذايا متاعه اليوم صباح بكري بتوقيت تونس دخل وحكى على عديد المفاهيم والاختيارات والتوجهات اللي قاعد يطبق فيها في تونس ويؤمن بها، وأيضا أشار في أكثر من مناسبة للاختلال الكبير في النظام العالمي الحالي، وقاعد يحكي على النظام العالمي الجديد اللي قاعد يتشكل، وفي ثم برشا تلميحات للنظام اللي جاي من الشرق، وحكى برشا عليه وقال وجه برشا انتقادات للنظام الحالي في التفاوت ما بين الغرب وما بين بقية دول الجنوب. الكلام هذا أيضا رئيس الجمهورية استغل الفرصة هذه وحكى على القضية الفلسطينية وعلى حقوق الفلسطينيين في كامل أراضيهم، وأيضا في عاصمة في دولة وعاصمتها القدس الشريف، في الإيقاف الفوري للعدوان الصهيوني الآثم على غزة وعلى كامل الضفة والقطاع، أيضا
وهذا يمشي في إطار اللقاء هذايا الرباعي تاع أربع زعماء عرب مع الصين، واللي فيه دعوة إلى مؤتمر الدولي للسلام اللي كانت خرجته أحد مخرجات القمة العربية الأخرانية اللي تمت في البحرين. أيضا نعرفوا للصين كانت دعات قبل هذا إلى مؤتمر دولي للسلام وما زالت متمسكة به. وقال الرئيس الصيني اليوم اللي الصين مستعدة باش تساهم بإعادة إعمار غزة. حتى حد لحد الآن في العالم محكي على الفترة ما بعد الحرب، لبرشا ناس وبرشا خبراء يقولوا باش تطول أكثر من السنة، هي توا ما زالت تقريبا 7 أشهر أقل على باش توصل للسنة. واليوم ماهوش حتى المرحلة ما بعد الحرب، لكن أحكى على إعادة الإعمار والصين كيفاش باش تخصص معناها مبالغ مالية كبيرة باش تعيد الإعمار لغزة بعد الحرب. هو نجم مفهوم جدا، وأنا كنت ركزت على الجانب السياسي أو الأبعاد السياسية لهذه القمة، أما ما تعلق بالأبعاد الاقتصادية عندها أهلها نعيم. أكيد جدا، كما تحدثنا على الجانب السياسي باش نحكي وزاد على الجانب الاقتصادي والتعاون الاقتصادي بين البلدين. ومعنا عبر الهاتف المختص في المخاطر المالية سي مراد الحطاب. صباح النور. مرحبا بك سي مراد. صباح النور. مرحبا بسي شهاب. شكرا. مرحبا بكافة مستمعي الإذاعة الوطنية. وتحية لكامل فريق برنامج المشهد الآن. اي اكيد اكيد، الفريق هذاك عزيز علي ياسر. ربي يبارك لك، كنت زاد عزيز علينا وكل ما شرف بجيت بعدك. الله يخليك الله يخليك، تجدد لقاءات بيناتنا. طبعا طبعا. العديد من التساؤلات تطرح اليوم على افاق هذه القمة، هل هو توجه جديد من تونس شرقا سي مراد؟ ثم السؤال الرئيس يمكن شنو اللي نجم ينضاف لتونس من خلال هذه القمة؟ شوف والله انا باش نحاول نبعد على يعني اللغه المعتاده انا في السياقات العامه من قبيل يعني علاقات تاريخيه وطيده وشريك محوري. لا شوف، اليوم تونس هي عندها ثوابت في السياسه الاقتصاديه نتاعها على المستوى الخارجي، واليوم تونس تعيش في ديناميكيه جديده في علاقاتها الاقتصاديه الدوليه. باهي، تونس دولة ذات اقتصاد صاعد، استوعبت أنه راو مراكز الثقل الاقتصادي في العالم تتغير كما أي واقع اقتصادي أو سياسي أو غيره. اليوم أكبر محرك للنمو في العالم هو الصين. خلينا نكونوا واضحين. باهي، تعرفوا الاقتصاد الصيني معناها نسب النمو نتاعو بون متوقعين باش توصل تقريبا 5% حاجه كيما هكا بعد الجائحه وبعد الصعوبات وبعد وبعد وبعد. ومع ذلك الاقتصاد الصيني عاش ازمه كبيره، راهو ازمه عقاريه وشهدت سقوط شركه كبيره ضخمه جدا في المجال نتاع البعث العقاري في الصين، وتكلفت غاليه برشا بالنسبه للاقتصاد الصيني، ولكن الاقتصاد الصيني كان متماسك. وكان لاحظتوا انتم، احنا كلنا نعرفوا اللي العالم الكل اليوم انظاره متجهه للصين، معناها الامريكان اليوم قاعدين ينسحبوا من الشرق الاوسط على سبيل المثال، من العراق انسحبوا الامريكان، انسحبوا من برشا مناطق معناها تاريخيا متواجدين فيها، وانظارهم اليوم متجهه نحو المحيط الهادي. بالنسبه للامريكان الاولويات تركيزها المحيط الهادي، لانه العالم اليوم قاعد يتشكل في المحيط الهادي، مش قاعد يتشكل في اوروبا ولا قاعد يتشكل في البحر الابيض المتوسط ولا في كيف متجه نحو افريقيا. كيف معناها قاره ساعده معناها بمئات الملايين من السكان واتفاقيات. العلاقات بين تونس والصين هي كما اي علاقات تحكمها المصالح المشتركه والمصالح المستدامه. معناها مش مصلحه اليوم اعطيني اليوم وسيبني غدوه. لا، تونس تخدم في منطق التعاون المستدام، التعاون الوثيق اللي يعود بنفع على الطرفين. تونس اليوم الصين بالنسبه لتونس هي رابع شريك تجاري. تطمح تونس في تعاملها مع الصين على ما بديت نفهم انا ولا المتابعين بشكل عام، انه العلاقه بتكون مبنيه على نقل تكنولوجيا، نقل خبرات. شفتوا حتى السيد الرئيس التقى بمجموعه
من الجهه ومن الكفاءات نتاعنا غديكا، وركز على مساله التكنولوجيا والنظام التعليمي، لانه هذاك هو مستقبل مستقبل تونس ومستقبل جل دول العالم معناها. الدبلوماسيه الصينيه عندها خصوصيات فيما يتعلق بالاستثمار والمشاريع نتاع البنيه التحتيه، تتعلق خاصه بال عندهم نظرة أنه كيف يأخذوا مشروع يمولوه هما ويقوموا به هما بعيدا عن منطق المناقصات يعني والمسائل الإدارية اللي معروفة في المنطقة التونسي ولا في التراتيب اللي جاري بها العمل في تونس. وهذاك في بعض حالات يصعب شوية التعامل مع الصينيين في المسألة دي، ولكن الصين حققوا نجاحات كبيرة من قديم. ثم المركب مركب شبابي نتاع مانجاسيس، ثم الارشيف الوطني اللي في الارشيف الوطني اللي في في 9 ابريل البنية ذيك زاد كيف كيف خدموها سنين بارك الله فيهم. السنين يبعثوا في البعثات الطبيه من عام 73 تقريبا تونس. عندنا 32 الف سائح جاونا من الصين قبل الكورونا، جوست قبل الكورونا، خط بعد الكورونا صغير شويه الامور. واهم سوق هي اسيويه وقعتها. تونس عضو في البنك الاسيوي للاستثمار في البنيه التحتيه من عام 2022 سي اي من عام 2022. فهمنا في النقطه هذه يعني لانه دارت على الفيسبوك برشا اي بالضبط، وكانه جديد الامر، والحال انه هذه العضويه من 2023 22 قلت 23 2022 29 ابريل اي بالضبط. فوضح لنا من وجهة نظر اقتصادية دقيقة ماذا يعني هذا الأمر بالضبط؟ والله يعني البلاد كي تكون عضو في مؤسسة نتاع استثمار يعني هو إقراض بطبيعة الحال تكون عندها إمكانية النفاذ إلى التمويلات واستثمارات البنك. يكونوا واضحين البنك هذه يعني بنك نجم تكون حتى منافس للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وللمؤسسات الكبيره معناها اللي موجوده في العالم اليوم. المقر نتاعها في بكين العاصمه الصينيه، وراس مالها ماهوش شويه 50 مليار دولار، يعني تقريبا مره وشويه الناتج المحلي الاجمالي نتاع بلادنا نتاع تونس. مش الناس تفهم تقريبا معناها، ولكن البنك تدور في برشا فلوس يعني مئات مليارات الدولارات. واليوم هي في الخارطة الاقتصادية المالية العالمية منافس جدي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولمؤسسات بروتونوتس وحتى البنك التنمية الآسيوي ويعني عدة أطراف عندها أهمية كبيرة في الخارطة هذه، خارطة المالية في العالم. هو الفكرة خلينا نكون واضحين، الصين حتى في معاملاتها والاسيويين والعلاقات الدوليه معناها بي تو بي معناها بين دوله ودوله ما تقومش على المشروطيه. معناها المشكله بتاع صندوق النقد الدولي هو المشروطيه. يعني شروط مسبقه املاءات الكونديسيوناليتي الاملاءات لا كونديسيوناليتي مش موجوده في العلاقات هكا بيننا وبين الدول. ثم مساله المصالح وثم مساله الواحد وثم التكافؤ والتناظر. برمي المشاكل اللي عندنا مع اوروبا، انا ماناش متناظرين مع اوروبا، الاتفاقيه تاع الشراكه مع اوروبا ما كانتش متناظره. ما كانتش متكافه. ما صورناش منها حاجه كبيره. وكنا ماشيين لاليكا، لاليكا اللي هي اتفاقيه التبادل الشامل والكلي والحر. في لحي وقطاع خدمات، تتصور انت الناس يزرعوا مثلا يردوا الكابون كله فريز ونقعدوا احنا نتفرجوا. الفريز راه ما عايشناش في تونس احنا. يمشي للوسق. تولي فلاحتك انت الكل ماشي للوسق، علاش مو لاباس؟ ولا خدمات يجيوك 70 اذاعه في تونس من اوروبا، ما تنجمش انت تنافسهم بالامكانيات اللي عندنا سواء في الاذاعات الوطنيه والعموميه ولا الاذاعات الخاصه.
سيمورات حبيت نسلك سامحني التول للبنك هذا البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية شنو ينجم يعطي لتونس نية المشاريع الكبيرة هو كما اسمه يقول البنية الأساسية معناها المواني الكبيرة متاع المياه العميقة مثل مناطق صناعية غيرها هذه من الحاجات ينجم يعطيهم هل هو يقترح وإلا الحكومة التونسية هي اللي تقدم المشاريع الطالبة للتمويل هو شوف هو مؤسسة مالية إنمائية متعددة الأطراف ايش معناتها مؤسسه ماليه انمائيه معناها مثلا ما تدخلش في تمويل كما مثلا صندوق النقد الدولي يعطيك فلوس باش تخلص شهرين لا ما يدخلوش في المساله هذه الغرض نتاعو اساسي هو سد الحاجه في مجال البنيه التحتيه في منطقه اسيا في مرحله ذات أولوية ولكنه ينجم يدخل في المجال هذايا ويعزز أدوار المؤسسات المالية الدولية المعروفة في العالم اللي عندها تدخل فيما يتعلق بقروض الإنماء بشكل عام به هو خدمته مركز على آسيا مش نكونوا واضحين علاش لأنه ما تعرف في سكان آسيا هنا السنوات قريبة بشوالي مثل 45% من سكان العالم حاجياتهم المالية كبيرة وحاجياتهم من البنية التحتية كبيرة وتطلب المسألة ذي استثمارات أموال ضخمة ولكن البنك هذه تتعامل زادة مع البنوك متعددة الأطراف وتنجم حتى تدعم رأس مال مؤسسات اللي تقاسم المخاطر تعزز البنية التحتية يعني فما عندها نوعا ما حضور في هالمشاريع الكبيرة هذه نحكي طرقات سدود مطارات أبراج هذوما هما اللي يخدموهم بصفة عامة تجي في حاجات من نوع هذاك ولكن رو مش تكونوا واضحين حسب الستاتيو بتاع البنك حسب الـ الـ قانون السياسي نتاعها ولا حسب هي هي تمول وتنفذ على منطقة آسيا ولكن تتكامل مع مؤسسات أخرى يعني كيفاش نقوله معناتها للتنمية اللي حبيت نقول أنه البنك الصيني الآسيوي للتنمية هذا هو زاد كيف يعني عنده حضور كبير في العالم انضمام تونس ليه كان في 7 ماي 2022 لكن الغاية من انضمام تونس حسب في تقديري أنا تجاوز مسألة الاقتراض ولا مسألة أنتم تعرفوا اللي شعار المرحلة في تونس اليوم هو التعويل على الموارد الذاتية واللي راهو بصراحة موضوع الاقتراض مش مطروح درجة كبيرة تونس تبحث اليوم بالأساس على يعني كيفاش نقوله على نقل تكنولوجيا هو تو فما 90 دولة سي مراد احنا مساهمين فيه في راس مال البنك في 22 كي دخلنا ساهمنا يظلي كان صحاح لي انت يظلي ب 5 مليار دولار في هذاك ومنه هو معناه من مساهمتنا ودخولنا فيه باش ناخذوا منه معناها التمويلات في ما نسحقه في البنية الأساسية في توجهات في سياستنا الاقتصادية وفي برامجنا لتطوير البنية الأساسية في كل المجالات كما كنت تحكي سيادتك في الطرقات في السدود في المطارات في المواني العميقه خاصه في في توجهات تونس الجديده وخاصه في النفيذه في ممكن جرزيس ممكن في عده مناطق هل معناها هو باش يمولوا ولا احنا فهمنا لو اما مش 5 مليار دينار 5 مليون دولار 5 مليون دولار او تقريبا الايكيفالون تاع 15 مليون دينار تونسي هي المساهمه هذه هي تونس راهي قامت بجميع التراتيب وشروط الانضمام خاطر الانضمام هو بيدو فيه تراتيب وكي تكمل انت تولي عندك كوت بار في الكابيتال تتمول حسب الكوت بار هذيك معناها انت تتمول 1.4 هنا يظل في الالف طيب فوالا انت باش تتمول حسب القيمه اللي ساهمت فيها ثم بعض وضعيات اللي تنجم تتمول
في تجاوز للقيمة هذيك إذا كان يتعلق الأمر باتفاقيات نتاع تمويل ممدد ولا تمويل موسع ولا يقع حتى اتفاقيات على دي على لونج معناتها على على مراحل الأمر. هو في واقع الأمر انضمام تونس للبنك هذه هو يجي في مسار كامل خاطر إنشاء البنك هو تم في إطار استراتيجية طريق الحرير معناتها وان بيلت وان رود زيادة اللي أقرتها جمهورية الصين الشعبية وترمي لدفع التنمية في عديد البلدان وخلق تقريبا 60 معناها رولي معناها 60 محطة للمعاملات والمبادلات في العالم. اليوم تعرف 3/4 العالم موجود في المبادرة الصينية هذه طريق الحرير ثم 29 منظمة دولية. المشاريع كلها اللي تنجم تستنفع منها تونس هي استثمارية كما قلت لك الصينيين ما يمولوش كما البنك مونديال يمولك باش تخلص شهري ولا باش تستورد ولا باش تعدل ميزان المدفوعات به وذاك علاش نضرينا احنا بقصين يمولك البنك هذه يمولك في الطاقه يخدموا برشا على الطاقه يخدموا على البيئه زاد كيف كيف ويخدموا على النقل وعملوا دي بروجي كبار في النقل في افريقيا يخدموا على مجالات حيويه اخرى تدعم التنميه المستدامه. شكرا يا سي مراد. التنميه المستدامه بعجاله سي مراد لانه ما قلناش برشا وقت الحقيقه. التنميه المستدامه انك تعطي الفلوس من غير ما المشروع اللي مولته يضر بالبيئه او يضر يتسبب في تحديات مناخيه او يكون على حساب معناها قطاعات حيويه امن غذائي وغيره. وشكرا جزيلا المختص في المخاطر الماليه سي مراد الحطاب على كل ما افدتنا به يعطيك الصحه بارك الله فيك. نعود نرجع لك مره اخرى نعيمه في مواصله لبقيه مواضيعنا. مش نمشيو لمجلس نواب شعب وين البارح 57 نائب قاموا بإيداع مطلب بمكتب المجلس لطلب استعجال النظر في مقترح مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 وعرضوا على لجنة الحقوق والحريات. هو كانوا مجموعة من النواب قبل في فيفري الماضي يعني قدموا بذرة ما صارش فيها ما نظروش فيها وما صار فيها حتى شيء. على هذيك باش نفهموا الموضوع معنا عبر الهاتف ياسر القراري رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان. صباح النور سي ياسر. صباح الخير مرحبا شكرا للاستضافة ومرحبا بكل متابعين إذاعة الوطن. أهلا وسهلا. الله يخليك سي ياسر. لو توضح لنا شنو اللي صار وشنو اللي خليكم تعاودوا تعملوا مرة أخرى مطلب لاستعجال النظر. يعني كيف ما ذكرت أنه منذ شهر فيفري قدم مجموعة من النواب بمقترح قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54. هذا المقترح لم تتم إحالته إلى حد اليوم يعني إلى اللجان المعنية سواء لجنة الحقوق والحريات أو لجنة التشريع العام. هذا طبعا حد مجلس نواب الشعب حالة عفوا مكتب مجلس نواب الشعب حالة النظر. فبالتالي إذا الزملاء رأوا أنه هذا إذا يتنزل في إطار يعني تجاوز للنظام الداخلي باعتبار أنه الفصل 123 من النظام الداخلي يقر أنه مكتب مجلس نواب الشعب إذا محمول عليه أنه يحيل كل المبادرات سواء مقترحات أو مشاريع قوانين إلى اللجان المعنية. والحال أن تجاوزنا أجل 15 يوم وبالتالي خرجنا على الفصل 123 وفي هذا طبعا أعتقد أن المكتب قد يكون استند إلى الفصل 41 اللي يقر أنه مكتب مجلس نواب الشعب يضبط جدول أعماله في المدة المرحلة القادمة إذا لمدة لا تقل عن شهر. فهذا أعتقد أنه قراءة النظام الداخلي يجب أن تتنزل في إطار قراءة كلية وشاملة. فبالتالي ما نجموش نجاوزوا الفصل 123 في إطار في عمل مكتب مجلس نواب الشعب. لذلك فإنه عريضة يوم أمس أعتقد أنه جزء الغالب منها لا يتعلق باستعجال نظر بقدر ما يتعلق بتصحيح إجراءات في علاقة بعمل مكتب مجلس نواب الشعب والمطالبة بتمرير مش استعجال النظر ولكن لفت نظر يمكن لفت نظر لأنه الجزء الغالب منه نعم الجزء الغالب منه باعتبار أنه يعني المطلوب اليوم انه مشروع القانون مش الاهميه انه يتم فيه استعجال النظر لانه لا اعتقد استعجال النظر يكون في اجل اسبوع وما اعتقدش انه موضوع شائك
وبالأهمية هذه كيف المرسوم 54 يمكن نظر فيه في أجل أسبوع، فلا أعتقد أن تنطبق عليه وضعية استعجال نظر بقدر ما تنطبق عليها وضعية تصحيح إجراءات في علاقة ب يعني المكتب وتوجيه مقترح القانون إلى المجلس المعني ووضعه على الطاولة من أجل الانطلاق في مناقشته، باعتبار أنه فساد النواب اللي أمضوا يوم أمس، وأيضا أعتقد أنه جزء هام من زملائنا اللي ما نجناش نوصلوا لهم في تجميع الإمضاءات يشاركون نفس الهموم ويشاركون معنا الشعب التونسي نفس الهموم منه، وإحنا سي سياسة وانت ثم نقاش الفضاء العام نكونوا غايبين عليه. أكيد معنا. أكيد هو موضوعنا اليوم 57 نائب البرلمان يدعو مطلب بمكتب المجلس لطلب استعجال النظر، وانت حكيت في إطار دور مكتب المجلس وأنه من المهم ومن الضروري وأنه يحيل مثل هذه المبادرات على اللجان، وكأنك تلمح سي ياسر إلى أنه المكتب مش كان في الحادثة هذه وفي الحالة هذه، وأنما عطل تمرير عدد من المشاريع الأخرى. والله أنا شوف نحاول ما أمكن أن أبتعد على مثل هذه التحاليل. لا إحنا نوصفه في الموجود يعني. نعم نعم. على خطر الناس تسأل أنه فما برشة تعطيل. نعم شو لكن زاد. وين التعطيل بالضبط؟ نعم أنا لازمنا ننظر من مختلف الزوايا. المكتب أيضا لديه مسؤولية على عمل المجلس ككل ومسؤولية في تنظيم عمل المجلس، هذه قراءة، احنا القراءة هذه بتاع زملائنا في المكتب اعتبرنا انها تستوجب التصحيح، وانه راو مختلف اللجان انه ما اتاحه النظام الداخلي للمكتب في حقه في انه ينظم عمل المجلس راو ما يمشيش الى مستوى معناها عدم تمرير القوانين، وفي هذا ذكرنا وكيف ما قلت انت ولفتنا نظر زملائنا انه هذا راه ما يتنزلش في اختصاصات المكتب، القوانين تمرر اذا الى اللجان المعنيه في الاجل المعقوله، ولما نتجاوز الاجل المعقوله فانه نحن نطلب من زملائنا احترام هذه الاجال لا اكثر، وبالتالي انا اعتقد انه في الايام القادمه وبعد هذه العريضه وبعد هالنقاش اللي تفتحها انه المكتب محمول عليه انه يسمع زملائه ويسمع فني ما يدار في الفضاء العام ويقوم بتمرير. خلينا نفتحوا للمجال للتفاعل مع محلل البرنامج نجم الدين العكاري بعد اذنك. سياسر لاحظنا وهذا نرجع شويه لملاحظه شهاب لثمن عديد الاختلافات والقراءات والتحاليل حتى داخل البرلمان بصفه عامه ومكتب المجلس في تمرير المشاريع القوانين وخاصه مبادرات النواب. الى حد الآن ثم عديد المبادرات تعديت للجان وتم دراستها وما تعديتش للجلسة العامة ولا وقفت في الجلسة العامة كما قانون تجريم التطبيع، وثم مبادرات أخرى تم الاستماع فيها وعقد جلسات سماع وغيرها كما مبادرة العفو العام في قضايا الشيك بدون رصيد وفي برشا مواضيع أخرى، وإلى حد الآن لم تمرر. إلى حد الآن يظهر لي بعد عام وثلاثة شهر ولا حاجة من انطلاق العمل داخلين على عطلة برلمانية. داخلين على عطلة برلمانية حتى مبادرة متاع نواب ما تعديت في جلسة عامة وتم التصويت عليها. أعتقد أن الموضوع هذا يطول معناها الحديث فيه ويتطلب أوسع معناها وقت أوجز نحاول ونفعله فيه. فيه جانب يتعلق بعمل المكتب رو فيه جانب آخر يتعلق بعمل اللجان وفيه جانب آخر يتعلق بمقترحات القوانين في حد ذاتها باش ما يقعش خلط وتداخل في المسألة. المكتب كيف ما قلت في بعض الأحيان فيه مشاريع قوانين لا يتم تمريرها في أجالها، إما لإشكاليات في مقترح القانون في حد ذاته، إشكاليات إجرائية، وكذلك في بعض الأحيان في قراءة مكتب كيف ما صار في علاقة بمقترح بالمرسوم اللي المكتب ما مروش. في جانب آخر يتعلق بعمل اللجان إنه بعض المشاريع تعرض على اللجان ويتأخر نظر فيها. هذا رو يرتبط بجدول أعمال اللجان وكثافة أعمالها في بعض الأحيان. وفي جانب آخر يتعلق بمقترحات القوانين في حد ذاتها وجودة مقترحات القوانين، فاللجان لما تدرس بعض مقترحات القوانين يتبين لها أنه جزء منها مهم ومهم جدا ولابد من الاشتغال عليه وتطويره، وجزء آخر في إشكاليات وبالتالي ما نجموش نقدمه به. وفيه إشكال آخر يتعلق بعلاقة مجلس نواب الشعب مع
الحكومة، لأنه في أكثر من مناسبة يجتهدوا الزملاء ويقدموا مقترحات وتنظر فيها اللجان وتتقدم أعمال اللجان، ومن بعد نلقاو الحكومة متقدمة فما بلوكاج آخر في نفس الغرض. وأبرز على ذلك مشروع المسؤولية الطبية اللي أخذت فيه اللجنة 17 جلسة، ومن بعد معناها تابعنا أنه الحكومة تقدمت بمشروع في الغرض وأعدت مشروع في الغرض، فهذا يتطلب إذن تعزيز التنسيق بين يعني الجهة الحكومية والجهة البرلمانية. هذا بشكل موجز دون الدخول في التفاصيل في علاقة بتعاطل بعض المشاريع، علما أنه خلينا نذكره رأوا في كل البرلمانات في العالم وحتى في البرلمانات السابقة في تونس ماذا بينا نسألوا عتيلة عهدة نيابية كاملة قديش عدد مقترحات القوانين اللي تعدى، رأوا عدد ضئيل جدا، لأنه أحيانا نسمعوا إذا في معناها معطيات ومغالطات مجانبة للواقع، رأوا أغلبها كانت مشاريع حكومات، وكان معناها الحزام السياسي للحكومة الموجود في البرلمان يمرروا مشاريع القوانين التي تأتيه من حكومته. هذا ما كان يحدث، أنه نرجع للإحصائيات ونقشوا على قاعدة هذا. اليوم احنا حبينا نخرج من هذا، أنه إرادة النواب واللي هي إرادة الشعب منوي عبر إرادة الشعب تتجسد من خلال مشاريع القوانين. في هذا في إرادة، لكن في إشكاليات وفيها نقائص لابد من تجاوزها، وأنا كنت دعيت في أكثر مرة رأوا لزمان تمرير مقترحات القوانين للسادة النواب، لابد من تركيز إدارة عامة لشؤون التشريع تسند عمل النواب في المجال التشريعي داخل البرلمان، لأنه رغم النواب مش محمول عليهم يكونوا رجال قانون، النواب هما ضمير الشعب وممثلي الشعب وحملة همومه ومشاكله من أجل تحويلها إلى نصوص قانونية تعالج إشكاليات في الواقع. وفي الإطار هذا جاءت مقاربتنا ومعالجتنا للمرسوم 54، باعتبار أن شفنا إذا كيف توانسة وجزء هام التوانسة أنه ثم إشكال يتعلق بهذا المرسوم، وأنه الناس اليوم جزء هام ولا يتحاكم على قاعدة هذا المرسوم، وأنه خلق يعني حالة من التوتر داخل الفضاء العام اللي احنا في تونس ومسار 25 جويلية ما إذن ما هوش في حاجة لها. اليوم جزء كبير وجزء الغالب من الخيان الصحفيين وقت اللي نتوجه للمؤسسات الإعلامية، وقت اللي نتحدث مع المؤسسات الإعلامية وقت نزوره ديما السؤال والهاجس في وقتاش المرسوم 54 شنو باش تعملوا في المرسوم 54، رانا نخدموا وما نشي مرتاحين، رانا نخافوا نقوم بعمل صحفي نلقى روحي هو عمل إعلامي نلقى روحي مساء الغدوة. يا أخي علاش ما يتمش تطبيق المرسوم 115 و116 علينا، نحن ما معنيين بال115 و116، فكل هذه الإجابات احنا محمول علينا نجاوب عليها، ومش من أجل بعض العناصر واللي نعتبرهم أقلية مرتبطة بأجندات معينة إذا نسحبوا هذا الحكم على إذا الغالبية الغالبة اللي واضح. كيفهم ناس وطنيين تونسيين صادقين وغايتهم وأقصى غايتهم هو خدمة مصلحة تونس و التوانسة، فإذا ثم مشكل ما نجمش مجلس النواب يغمض عينيه ويقول ما في باليش. هذا هو هذا المطلوب. شكرا جزيلا سي ياسر قراري رئيس اللجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب. احنا باش نواصل الحديث في آخر موضوع في فقرة حديث الساعة نعيم، باش نحكيه على النساء الرائدات واللي نتحدث عليه البارح. تم التسليم دفعة جديدة من إشعارات الموافقة على تمويل المشاريع النسائية في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات. المشروع هذا كان انطلق منذ سنة 2022. الدفعة الجديدة اللي تم تسليمها البارح باش تسمح بتمويل 219 مشروع نسائي باعتمادات تفوق 2.3 مليون دينار، ونحكي هوني على طاقة تشغيلية جديدة تناهز 358 موطن شغل. الجميل في برنامج رائدات انه هو ما يعنيش كان بخريجات التعليم العالي، حتى صاحبات معناها اللي عندهم الكفاءة مهنية وإلى تكوين مختص. باش نفهموا أكثر شنو هو، احنا تحدثنا عليه ياسر برنامج رائدات وديما نحكيه عليه باعتبار أنه هو أعطى الفرصة لبرشة إنساء أنهم يطلقوا مشاريعهم الخاصة ويتميزوا فيها ويزيدوا يخدموا معهم معناها أعباد أخرين. معنا عبر الهاتف كهيت مدير التمكين الاقتصادي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمال بن علي. صباح النور مدام أمال. ألو صباح النور سيدة أمال، إذا كانت في الاستماع سيدة أمال كهيئة مدير التمكين الاقتصادي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة
كبار السن. إذا كان مش ممكن نعاود ونتواصلوا معها فاطمة عبار، إذا كان مش تسمع فينا نحاول وأنه نتواصلوا معها مرة ثانية. نمشيو لنجم الدين هو في الحقيقة على التعليق وبعدين حتى في الحقيقة البرنامج هذا رائدات كما يدل عليه اسمه، معناه برنامج رائد ويوفر مش الدخلة فقط للتونسيات في مستويات متعددة، وزاد يوفر تشغيل فيه، معناه نسبة تشغيلية باعتبار أنت حتى كان تشوف معناها 200 مشروع البارح اللي تم أعطاهم الإشعارات فيه 300 واش، معناها كل ومن من عامتها للبارح وصل 3898 مشروع. اي 3000 مشروع. اما موطن الشغل 5963، معناها تقريبا كل مشروع يشغل في اثنين حاجه، مشروع حاجة صغرى جدا هي، لكن هي على الاقل تبعث معناها مواطن الرزق، معناها ماهيش هذه مساعده وكها وتاكلها وتوفى، لكن هذه تخلق موطن شغل وتدخل زاده في الدوره الاقتصاديه الوطنيه وفي النسيج الاقتصادي باش تطور التنميه وتخلق مواطن الشغل، وهذه المشاريع الصغرى هي اللي تحرك بالقدا في تونس تويك. هنا باش نزيدو نعرفوا عليه اكثر، برنامج رائدات والقطاعات اللي تمتعت به البرنامج هذا، الولايات كذلك. مره اخرى نرحبوا بالسيده امال بن علي، هي مدير التمكين الاقتصادي بوزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن. صباح النور سيده امال. نور. الله يخليك. كنا نتحدثوا نحن، كنت تسمع فينا، على برنامج رائدات اللي البارح تسلم دفعة جديدة من تمويل المشاريع، قلنا هما 219 مشروع نسائي، لو ناخذوا فكرة عليه. هو برنامج رائدات هو البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار. البارح كانت السيدة الوزيرة سلمت الدفعة الأولى لسنة 2024 متمثلة في 219 مشروع بكلفة جملية ناهزت 2.3 مليون دينار. الدفعة هذه انضمت إلى ما تم إنجازه سابقا السنة الفارطة، باعتبار اللي عمر البرنامج متجاوز سنتين. لكن رغم العمر الصغير للبرنامج هذايا، اليوم نحكيه على 3898 مشروع، بين تقسموا ل 3469 مشروع متناهي الصغر لي تي بي او، و 429 بي ام او مشروع صغير ومتوسط، قدرة تشغيلية هامة من خلال إحداث 5963 موطن شغل مباشر على الأقل باعتمادات جملية قاربت 38 مليون دينار، ميزانية الدولة 100% مع مساهمة من البنوك الشريكة اللي هي البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن. مشروع برنامج هام جدا يدفع ريادة الأعمال النسائية ويساهم في إحداث موطن الشغل وخلق مواطن الرزق، وخاصة بالنسبة للفئة الشابة. إذا نقولوا أكثر من 84% من المنتفعات من البرنامج تنتمي للفئة العمرية بين 18-45 سنة، يعني هذا يعكس إقبال الشابات على المبادرة الخاصة. حاملات الشهادة العليا أيضا جاوزت نسبة 60%، يعني هو برنامج يخلق فرص عمل للخريجات من التعليم العالي صاحبات الشهادة العليا العاطلات عن العمل، بالإضافة إلى توفير موارد رزق يعني لأشخاص أخرين تكون لهم المشاريع هذه فرصة للحصول على موطن شغل. مدام أمال، حبيت نسألك على المشاريع هذه، هل فيها مرافقة ما بعد الحصول على التمويلات والانطلاق في العمل؟ قديش منهم تطوروا ولا أحياء وتواصل العمل متاحهم؟ وأهم القطاعات اللي تحظى بالتمويل هذا، هل هو يسرد زادة كأنه قرض وإلا مساعدة على التمويل؟ بالنسبة لوزارة المرأة عندها باقة من البرامج، تنقسم إلى برامج تمكين اقتصادي اللي هي موارد الرزق اللي هي هيبة من الدولة في شكل تجهيزات، هذا لا يتم استرجاعه، واللي هو تنقسم إلى عدة برامج: تمكين اقتصادي للأسر في الوضعية الخاصة، تمكين اقتصادي في العاملة في القطاع الفلاحي، تمكين اقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالقطاع المدرسي، والتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف اللي هو صامدة. هذه برامج هامة جدا مكنت من أحداث عديد مواطن الرزق، تجاوزت 4000 مواطن الرزق بالنسبة للنساء هذوما. لكن بالنسبة لرائدات، هي قروض
تقوم وزارة المرأة بخلاص التمويل الذاتي بصفر فائض مع إمهال بثلاث سنوات باش تسترجع التمويل الذاتي هذايا. مراحل أحداث المشروع عندنا مرافقة ما قبل أحداث المشروع، يعني تكوين ملف دراسة المشروع، ملائمة المشروع مع الشهادة العلمية، إحالة المشروع للبنوك، دراسة الجهوية، دراسة على المستوى المركزي، مرافقة أثناء بعث المشروع واستكمال وثائق باعتبار اللي احنا ما نشرطوش اني توفر محل اني تصرف قبل ما توفر على تحصل على الاشعار بالموافقة، ومرافقة ما بعد الاحداث اللي تمتد 3 سنوات منذ تاريخ الاحداث، واللي المشاريع هذه كل ما معناها ملقات المرأة صعوبة تتصل بمندوبيتنا الجهوية او بالمركزي لحل حل المشكلة مع البنوك. الحمد لله لحد الان المشاريع قاعدة تخدم، وبدينا نسترجع في الاموال باعتبار اللي استخلص الاموال تمكن من يعني الدفعة القادمة من الحصول على القروض. إذا نقوله تودور فوغيزينج يعني نسبة استخلاص الأموال تجاوز 70 و 75%، هذا مؤشر هام جدا على أنه المشاريع هذه قاعدة تقتحم في سوق الشغل، خاصة اللي نعرفوا أي مؤسسة في سنة الأولى تقع صعوبات، لكن احنا نحاولوا أن الصعوبات هذه نلاحظوها مع البعثات ونحاولوا نوصلهم لبر الأمان بطبيعة مع البنوك الشريك. نعم، شكرا لك سيدة أمال بن علي، كهيت مديرة التمكين الاقتصادي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. فقط شهاب راهو اللي تسمع فينا النساء، راهي فما منصة رائدات اللي نجموا عبرها يسجلوا في المنصة هذه. يعطيك الصحة، لما الأمر يتعلق بالنساء نعيمة تكون مصرة أني حتى تتجاوز شوية وقت نفيسة حسني بعد شوية في تأمين موجز الأنباء. بعد الموجز باش يكون حاضر معنا سيخ ميس عفية رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.